فعرفته مباشرة لأنني رأيت صورته في الصحف. كان المسمار بنفسه، فقررت باسم المحتالين القبض علي. هيب هيب. صبرا. أنا حقا شيطان صغير. سألجأ أنا أيضا إلى استعمال الخشونة. سأجذبه بشخصية مغناطيسية. سينجذب حقا. بيب. تعال. يدور القرص 8 دورات. اسمع وحدك. وعندما فشلت المحاولة قررت استعمال لاقطة الصواريخ. لابد للنجاح من تخطيط. بابا اطلاق. يجب ان اتصرف بسرعة كبيرة. سأقبض عليك ايها المسمار، فانا حسون المحنك. يا لي من كسلان. إذا فشلت في المرة الأولى فحاول مرة ثانية. الإطلاقة الكبيرة. اختفى. السرعة انتهى واختفى. فقررت مجابهة النار بالنار وبنيت سفينة الفضائية. من الأفضل إرباك هذا الأحمق. انتهيت، والآن لنجربها. الله الله، إن سفينتي رائعة. ستحدث ضجة في الأوساط العلمية. والآن سأصلح الخطأ. أحس بأن أحدا يراقبني. بيب. إن مزمارا حقا مزمر، سأمسكه حتما هذه المرة. بيب. بابا يلو من شخص ذكي. سأستعمل المغناطيس. لن يغلبني الآن أحد. إن هذا الأبله للمجنون. إنني شديد المراس. ها هو. أين اختفى هذا الأبله بصاروخه السخيف؟ لا بد من التدخل المباشر، وهذا ما يسمى بنزول درجات السلم النجاح. هناك شيء مريب يدور حولي. كان هذا خطرا حقيقيا، ومن حسن الحظ انني عدت الى سفينة الفضائية. بيب. ايها المغفل انظر هنا. بيب. لن تهرب مني الآن. بابا ساذج مسكين. بابا إلى اللقاء حتى الملتقى. وهكذا كانت نهايتي. لن أرى هذا المزمار المزمر مرة أخرى. أزيت خروا. وأخيرا وقع حسون في الفخ. والآن إلى الملتقى.